والبرقاني هو أبو بكر أحمد الخوارزمي الشافعي، عاش في القرن الرابع وسكن في بغداد، وكان حافظا ثقة ورعا من شيوخه الدارقطني ومن طلابه البيهقي والخطيب البغدادي، صاحب تصانيف يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول إن هذا الرجل قد شغف قلبه وتيم بحب الحديث إلى درجة أنه سمع في آخر عمره من طالبه الخطيب البغدادي وأفضى به حب الحديث مبلغا كبيرا قد أشغله، إلى درجة أنه طلب من أحد الصالحين أن يسأل الله عز وجل له أن ينزع حب الحديث من قلبه لما شغف به ذلك الشغف الكبير الذي أشغله وأقلقه.